بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في نفس السورة السجدة: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يعني هذا ما الناس تورطوا فسقوا، خرجوا عن سكة التوحيد، والذي أمروا به ألغوا من حساباتهم، والذين هو عن أتوا وهم يتحدون الله، يتحدون السيد سبحانه وتعالى. وأما الذين فسقوا فمأواهم، أي مرجعهم ومستقرهم، فمأواهم النار وبئس المصير والعياذ بالله. وعلموا أن الذي يريد أن يعرف عن النار شيئا فليرجع للقرآن، سيرى بالضبط. أنا بعقلي وأحاسيسي وذكرياتي وكل أطماعي أن يكون النار دي لا يستهين بها عاقل، ولا يستطيع حتى النار الدنيا حتى مس إلى اللحظة، لا يقدر ذلك. وإن قدر وتمسك فسيهيئ نفسه لعذابات دنيوية قبل الأخروية. نار الحروق هي من البسيطة إلى المتوسطة إلى العميقة والعياذ بالله. ومش يقول أي مستشفى يعتني بالحروق، وانظر نظرة من ثاقبة، واعلم الذي سيقع في النار جهنم أكثر شناعة وأكثر قسوة والعياذ بالله. وهم هذا الأمر لا ينتهي، يعني أبدا أبدين والعياذ بالله. نعاود: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها، يعني فما إرادة الخروج، لأن يأتي الموت من كل مكان ما هو بالميت. وكلما نضجت الجنود بدل الأرض الأخرى نار، وأسرار ذلك التبليل، لأنه حين تحرق الجلدة تحرق الأطراف العصبية الناقلة للإحساس بالألم والوعي به والعياذ بالله والعذاب من جراء ذلك الإحساس والوعي ذاك، يعني شيء كبير مهول. وشفناه قداش من مرة، والذي أحضروا الناس ما تلعبوش بالمصير بتاعكم يرحمكم الله. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. كلما، إذا ولا مرة عندك فرصة الخروج. على زمانية 19 من البلاد عندهم شيء مرعب، وعندهم قوة جبارة في قهر المحاولين للخروج، وعندهم سلطان من المراقبة، وعندهم سلطان التنكيل، شيء عظيم شيء فظيع. ولذلك رد بالك: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا، اسمع أنهم زبانية، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل، مش حكاية أعيدوا فقط مثلا انتهت، لا، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار، يعني هذا مصيركم وهذه حالكم ولا محيد عنها، لأنكم أنتم وصلتوا روحكم ما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولهذا تكذيبكم له شرعي وله واقعي، ولا مش يجيب لكم السلامة من النيران، ولا مش يخفف عليكم العذاب فيها، ولا مش ينقص المدة اللي أنتم تستقرون في هذه الآلام الشنيعة والعياذ بالله. إذا احذروا وارجوا إلى كلام ربكم وخذوا أوامره ونواهيه بجد، إنه لا يقول إلا حقا، والذي يتكلم هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخبر أمين نوح عليه الصلاة والسلام، والذي انتهى بالمأمورية حتى وصل للشعوب كلها على مر الأجيال، هو محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.